السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. حكام الجزائر مرض بالمغرب، هكذا بدات جريدة إيكونوميست البريطانية المقال ديالها، وكملت بأن الجزائر بلاد عامرة بالشباب، مي الغريب في الأمر أن اللي تحكموا هاد الشباب غير العجازة، وهاد العجازة مرض بالمغرب لدرجة أن هاد المرض نساهم في المشاكل ديالهم الداخلية، هاد المشاكل اللي خرجت على السيطرة. الجزائر حاليا كتمر من أوقات عصيبة، والحل اللي لقوه هاد الحكام العجازة للخروج من هاد الأزمة هو افتعال أزمة مع الجيران ديالهم من أجل صرف الانتباه. الجزائر كتعتبر عاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، داكشي علاش بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الحكومات الأوروبية طلبتها باش تزيد من الإمدادات ديالها لها. الجزائر حاليا كتصفت 80% من صادراتها من الغاز لأوروبا، وكتصفت الأغلبية ديال هاد الغاز عبر أنابيب الإسبانيا والطاليان. باعتبار الجزائر ثالث أكبر مورد للغاز في القارة، كان من المنطق أن تستمر هاد الأزمة الأوكرانية باش تزيد من الإمدادات وتنعش ميزانيتها اللي فيها تقبة كبيرة. مي عكس داكشي وبشكل غريب وما مفهومش، غلقات العام اللي فات الخط المغاربي الأوروبي اللي تيدوز على المغرب لإسبانيا، ودابا كتهدد إسبانيا باش تنقص من الإمدادات. كان إغلاق الخط اللي تيدوز على المغرب أمر مثير للدهشة. المغرب اللي كان تيحصل على 7% من هذاك الغاز اللي تيدوز على الأراضي ديالو كرسوم عبور، وكان كاع الغاز اللي تحتاجه المغرب تيجيبو من الجزائر. دابا الجزائر قطعت الغاز على المغرب في حين كتصيفطو لإسبانيا عبر أنبوب واحد آخر مباشر من البحر، ومع ذلك كتهددها باش تقطع حتى هذاك الأنبوب في حالة أنها صيفطت قطرة واحدة من الغاز للمغرب. المثل الإنجليزي تيقول الهضرة ما كتشري خضرة. الجزائر كون كانت قادرة تقطع هذاك الأنبوب المباشر بينها وبين إسبانيا كون قطعاتو نهار اعترفت إسبانيا بالسيادة ديال المغرب على الصحراء ديالو. مي في الحقيقة الجزائر محتاجة كل ريال دابا، وهاد الهلالة اللي دايرة كاملة غير بسبب الأوضاع الداخلية الملتهبة عندها، ولهذا السبب الجزائر كدير المستحيل باش تجر المغرب الحرب مباشرة قبل ما ينفجر عندها الوضع، وعليا وعلى أعدائي كما تيقولوا المصريين. توترات مع المغرب كترجع ل 1963، نهار ناضت بيناتهم حرب قصيرة هي حرب الرمال، واللي كانت على الشريط الحدودي عام بعد ما خرجت فرنسا من الجزائر. من ذاك الوقت الهوة الإيديولوجية بدات كتكبر وكتشبك، المغرب نظام ملكي محافظ شاد طريق الغرب، والجزائر في المعسكر الشرقي وتابعة مطيعة للاتحاد السوفيتي. هل الإشارة الحدود مغلقة بين هاد جوج دول من 1994، 28 سنة، وهذا الشيء رغم نداءات الملك محمد السادس من أجل فتح الحدود من أجل العائلات الحدودية. في السبعينات الجزائر بدأت كتدعم البوليزاريو، والبوليزاريو جماعة مسلحة كتسعى لاستقلال الصحراء. هاد الصحراء اللي خداها المغرب في 1975 بعد ما رحلت إسبانيا المستعمر القديم ديالها. في الحقيقة قرار إغلاق أنبوب الغاز عنده علاقة بالصحراء، حيث المغرب زرب على الجزائر دبلوماسيا وعسكريا. عسكريا زرب عليها بضمه المعبر القرقارات الخطير، ودبلوماسيا خدع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية اللي به ما بقاش محتاج لاعترافات الأخرين. الجزائر فاش قطعت الغاز على المغرب كانت باغا تضرب ليه الاقتصاد ديالو، لكن المغرب كان عارف بلي هاد الشي غادي يوقع. داكشي علاش هذاك الغاز اللي كان تيجي من الجزائر 60% منه كان تيخدم به غير واحد جوج المحطات، وتيخدمهم في حالة الدروة، يعني ما واقفش عليهم. ورغم ذلك المغرب تيجيب داكشي اللي ناقصو من الغاز من قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وطرح مؤخرا عطاءات لبناء مصنع ديال تحويل الغاز المسال، زائد أنهم بعيد في استعمال الطاقات المتجددة. مؤخرا كثرت الجزائر من البكاء والشكاء على المغرب، والمخابرات ديالها بدات كتروج بأن المغرب تخدم برنامج بيكاسوس، وهاد بيكاسوس أداة تجسس قوية صنعتها مجموعة NSO الإسرائيلية. قالوا بأنه تخدم هاد البرنامج باش يتجسس على 6000 مواطن جزائري،
وتدعيوا بان المغرب تيتجسس لهم على السياسيين ديالهم وحتى الجنرالات، في حين ان المغرب تنفي هذا الشيء وتطالبهم بالدليل الى عنده. مؤخرا المغرب ما بقاش قادر يصبر على الجزائر، داكشي علاش دعا السفير ديالو في الامم المتحده السيد عمر هلال لتقرير مصير منطقه القبائل، وهذه منطقه مضطربه للغايه ساكنين فيها الامازيغ وكاينه في شمال الجزائر. هاد الخرجه ديال هاد السفير المغربي اعتبرتها الجزائر تهديد خطير وخرج لها العقل، وبداتها كتشير على المغرب بالاتهامات بحال ان المغرب هو اللي حرق ليها الغابات اللي ما قدرتش تطفيها حتى جات فرنسا وطفاتها ليها. وهاد الشعار واهانه لدوله عضوه في منظمه الاوبيك تتبيع النفط والغاز. محمد السادس العاهل المغربي حاول يخفض درجه التوتر مع الجزائر ودعاهم للحوار في خطاب العرش، مي يبدو ان الجزائر كتقلب غير على الحرب اكثر من الحوار. الجزائر في وضع سيء للغايه، وعوده الحراك مساله وقت فقط. الحراك الاخوان جايه من كلمه الحركي، وهادو هما اللي كانوا تيخرجوا يطبلوا لديغول، وهما اللي صوتوا بنعم باش تبقى فرنسا. والمغرب دابا راه واحل مع ولادهم، يعني ولاد الحركي، هما اللي دايرين لنا هاد القلق كامل. الحراك السابق كان ادى الاطاحه بعبد العزيز بوتفليقه بعد ما سكن ليهم 20 عام في السلطه، وفي العهدات الاخيره حكمهم من كرسي متحرك او من وراء حجاب، في منظر غريب عمرو طرخوه في التاريخ. كانوا المتظاهرون بعد رحيل بوتفليقه كيمنيو النفس بظهور جيل جديد من القاده، مي عكس الاماني ديالهم خرجوا ليهم هاد الديناصورات اللي كانت كتحكم بالتخبيه وكانوا في الظل طول فتره حكم بوتفليقه الطويله. هاد العجزه اللي خرجوا من الجحور ديالهم ما بدلوا حتى شي حاجه، ما داروا حتى شي مجهود باش يصلحوا الاقتصاد ديالهم المضعضع، او على الاقل يقضيو على الفساد. نسبه البطاله عندهم اكثر من 12% وكتزيد في صفوف الشباب، ومعدل التضخم وصل لارقام قياسيه. وهاد الكارثه الاقتصاديه اللي كتسناهم هي سبب الازمه مع المغرب، حيث ازمه مع المغرب وافتعال الحرب هي الوسيله الوحيده اللي بقات لهم باش يلهيو الشعب ويحشدوا هذيك الجحافل ديال المحبطين. مي من الواضح ان الجانبين مستعدين للصراع، الجزائر والمغرب عندهم ثاني وثالث اكبر جيوش في افريقيا بعد مصر، والجزائر هي سادس اكبر مستورد للاسلحه في العالم. اما المغرب انفق العام اللي فات 5.4 مليار دولار على القوات الملكيه المسلحه ديالو، بزياده ثلث على 2019. والمغرب ضمن المراتب العشرة الاولى في العالم للانفاق العسكري كحصه من الناتج المحلي الاجمالي، تنفق 4.2 من الناتج ديالو مقابل 5.6 كتخسرها الجزائر. في الحقيقة المواطن الجزائري البسيط واللي الأغلبية ديالو شباب ما باغيش هاد الحرب، ما باغيش يورطوه هاد العجزة اللي تيديروا المستحيل باش يجيشوهم ويشحنوهم عبر بروباغاندا إعلامية خبيثة. الشباب ديالهم تفضلوا لو يركزوا هاد العجزة اللي حاكمينهم على الاقتصاد وخلق الوظائف بدل ما يجبدوا السيوف على جيرانهم. الأوروبيين حتى هما كيتابعوا الوضع عن كثب وبقلق. إسبانيا حصلت العام اللي فات على أكثر من 40% من حاجياتها من الغاز من الجزائر، وهاد الأزمة الأوكرانية خلاتها تخلى على الغاز الروسي، وما غاديش يمكن ليها تحمل تخسر مورد آخر بحال الجزائر بهاد السرعة وفي هاد الظروف الصعبة. زيد عليها أن أوروبا ما مستعداش وما غاداش تقدر تحمل موجة ديال الجيوش من الحراقة يهجموا عليها بلا حرب، وحراقت الجزائر وحلت معاهم اسبانيا. هذا المقال كان من جريدة ليكونوميست البريطانية بعنوان خطر إشعال حريق بالغاز. كما تتلاحظوا الإخوان وكما كنا قلنا سابقا، الحرب مع الجزائر كانت حتمية، ولولا هذه الأزمة الأوكرانية كانت غادا تدور في المنطقة ديالنا. الحمد لله المغرب بلاد الشرفة، الجزائر مدمرة ما عندها ما تخسر، بغى هاد الحرب غير دير بيع صافي الرويضه ديال التطور اللي غادي فيه المغرب، وكانت كتمني النفس باش تساعدها روسيا. مي روسيا دابا راه غارقه في المستنقع الاوكراني، خاصها براسها اللي يعاونها. داكشي علاش تشوفوا دابا راه الجزائر بدات ترطب شويه، حيت خيار الحرب ما غاداش تقدر عليه بوحدها، المغرب غادي يدقدقها. حيت الحرب خاصها امدادات وخاصها ذخيره وخاصها تموين، والجزائر كتعتمد في هادشي كامل غير على روسيا، وروسيا راها حاصلة. داكشي علاش بلا حرب الوضع ديالهم غادي ينفجر. وبزاف ديال المقالات في أوروبا ولات كتهضر غير على الجزائر،
على الأوضاع ديالها الملتهبة، كبحال هذا المقال اللي قلناه اليوم واللي كان من جريدة الإيكونوميست البريطانية. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.